أزيد من 300 طفل وطفلة استفادوا من الكشف المبكر عن فقدان أو ضعف السمع بالمركز الصحي الحضري محايطة بتارودانت. الحملة الطبية المسطرة ضمن برنامج للتكفل الطبي الذي وضعته جمعية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بتارودانت تأتي تفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتارودانت والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كنحاولوا نجمعوا الناس باش نديروا لهم واحد ان ديبيستاج ديال السمع ديالهم. اول حاجه كنديروها هي كنقوموا بواحد الانتروغاتوار ما بيننا وما بين العائله ديال المريض. من بعد كنديروا واحد ليكزامان كلينيك، كنشوفوا الوليد، كنشوفوا الودينه ديالو. من بعد كنشوفوا على حسب واش غيخصو الميزان ديال السمع، ولا يخصو الميزان ديال السمع اللي هو عادي كنديروا عادي، ولا الميزان ديال السمع اللي هو بالبنج اللي الحمد لله عندنا في المستشفى ديالنا. المبادرة تميزت بتقديم خدمات مجانية لمجموعة من الأطفال للكشف المبكر عن فقدان أو ضعف السمع والتوعية بأهمية التشخيص المبكر للكشف عن الصمم الخلقي. وعرفت هذه الحملة الطبية مشاركة طاقم طبي يضم اختصاصيين في أمراض الأنف والأذن والحنجرة.